القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب الدراسات الأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. كنا وما زلنا مع قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء المدن. ننتهي اليوم بإذن الله من شرح ما تبقى من الأبيات، وقبل ذلك كما تعلمنا أعزائي الطلاب نقرأ الأبيات ثم ننتقل إلى شرحها. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يبكي القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، لمثل هذا يبكي القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. يختم أبو البقاء الرندي قصيدته بوصف ما أصاب المسلمين في أحداثهم الرهيبة. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان. الحالة التي آل إليها هؤلاء المسلمين، فقد كانوا أعزاء فأذلهم الكفر والطغيان، كانوا أعزة في بلادهم وسادة على غيرهم إلى أن حل عليهم ما حل من الكفر والطغيان فأحالوهم أذلة. أحال بمعنى غير وبدل، جعل حالهم أذلة بعد أن كانوا أعزة. إذا من ذا الذي يستطيع أن يعين هؤلاء؟ من لهؤلاء؟ من الذي يغيث هؤلاء وينجد هؤلاء؟ الذين أصبحوا أذلة بعد أن كانوا أعزة، فقد أحال الكفرة عزهم ذلا، وجعلوا أحرارهم عبيدا، فصاروا يباعون رقيقا، ويقال إن العدو إن الأعداء إن الكفار حينما استباحوا الديار جعلوا أعزة أهلها أذلاء، فكانوا يسوقون السادة والأمراء إلى سوق النخاسة ويبيعونهم في ثمن بخيف.
هؤلاء الناس كانوا ملوكا في منازلهم، كانوا ملوكا وسادة قبل أن تستباح ديارهم، واليوم أصبحوا عبيدا في بلادهم بعد أن استباحها الكفرة. هؤلاء الناس كانوا ملوكا قبل أن تستباح ديارهم، وأصبحوا اليوم عبيدا في بلادهم التي صارت للكفر ديارا. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. لو أنك اطلعت عليهم، لو أنك رأيتهم رؤيا العين، لرأيتهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن وقع المصائب عليهم شديد. ترى هؤلاء القوم، هؤلاء المسلمين في تلك المصيبة، تراهم سكارى وما هم بسكارى، وقد كساهم العدو ثياب الذل والانكسار، عليهم من ثياب الذل ألوان، كساهم العدو ونزل بهم العدو ألوانا وألوان من الذل والهوان والانكسار. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان. لو رأيت هذا المنظر، لو رأيت حالهم عند بيعهم وسمعت بكاءهم لهالك الأمر، وهاله الأمر بمعنى أفزعه وعظم عليه. لهالك الأمر، لعز عليك وعظم عليك بكاهم واستهوتك أحزان، ولعصفت بك رياح الحزن والأسى على حالهم. فلو رأيت هذا المنظر وتلك الذلة لعز عليك بكاهم، ولعصفت بك رياح الحزن والأسى على حالهم. ثم ينتقل لوصف مشهد آخر، وهو كيف كانوا يفرقون بين الأم وطفلها، فيبيعون الطفل أو الأم، ويصبح كل منهما في ديار بعيدة عن الأخرى. يا رب أم وطفل حيل بينهما، حيل، فرق بينهما، حال بين الأم وطفلها، وفرق بينهما عند البيع، كما تفرق أرواح وأبدان، كما تبعد الروح عن الجسد، كما تنتزع الروح من الجسد. إذن وحال بين الأم وطفلها، وفرق بينهما عند البيع، كما تنزع الروح من الجسد. أما الصورة الأشد إيلاما فهي صورة الصبايا المسلمات وهن سبايا، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت، كأنما هي ياقوت ومرجان. تلك الطفلة الجميلة تضاهي الشمس في إشراقها من الحسن والجمال، كأنما هي ياقوت ومرجان. تلك الفتاة أشبه بالياقوت والمرجان في جمالها ومكانتها وحصانتها، والياقوت والمرجان من الأحجار الكريمة. وطفلة جميلة تضاهي الشمس في إشراقها، والياقوت والمرجان في جمالها ومكانتها، إلا أنها قد صارت بيد العلج، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. العلج الواحد من أعداء المسلمين، يقودها الخسيس من العدو إلى المكروه مكرهة قسرا غصبا عنها، والعين باكية والقلب حيران، وليس لها من أمرها، لا تملك من أمرها حيلة غير البكاء، ليس لها إلا أن تبكي، عينها تبكي وقلبها يتقطر دما حزنا على ما حل بها وبأهلها. لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لمثل هذا، أي لتلك الحالة التي ذكرت، لمثل هذه الأمور يبكي القلب من كمد تذوب القلوب من الحزن والأسى، والكمد هو شدة الحزن والأسى. لمثل هذه الأمور التي ذكرت تذوب القلوب من الحزن والأسى،
حسرة على ما حل بالإسلام والمسلمين، ذلك لمن كان له قلب مليء بالإسلام والإيمان. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من شرح القصيدة كاملة. آمل أننا قد استفدنا مما تعلمناه، فإن كنت قد أصبت فمن الله، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي. وأشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء جديد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.